شايفة يا دلال؟ حجزت لك المحل إلك لوحدك. لا بدنا نشوف ناس ولا بدنا عجقة الناس، نقعد أنا وأنت لحالنا، لأنه هاد اليوم كتير بيعني لي. تذكري أول مرة التقيت فيها معك بالكوريدور تبع الأوتيل؟ وقتها جبتيني مصدرتي أوامرك بتقليعي، ذكرى حلوة كتير. ذكريات مؤلمة وحلوة بنفس الوقت، بحسن انساها رغم انه ماضي وراح، بس بيتم في ندبة صغيرة هيك بالقلب صعب الواحد يخلص منها. بس اطلع عليكي بحسك مالك متغيرة، هالكم هيك كنت جيدة بس صغار، بس كل واحدة بيناتهم القصة والحكاية معي. بس بعدك حلوة، بكل لحظة بتطلع فيكي فيها. غريبة الحالة، غريبة انه الواحد يحب حدا وبيكرهه بنفس الوقت، او بيكرهه وبيحبه من نفس الشيء. اليوم بدنا ناكل، ها؟ بدنا ناكل اليوم.